السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم جميعا في السيمينار المجمع لأقسام تقويم الأسنان جامعة الأزهر والجامعات المصرية اللي مشرفانا. النهاردة إن شاء الله هنتكلم عن موضوع شيق وجميل وهو Obstructive Sleep Apnea. النهاردة الموضوع هيقدمه لنا الطبيبة إيمان سعد رضوان علي، وهي مدرس مساعد بقسم تقويم الأسنان كلية طب الأسنان جامعة المنصورة تحت إشراف الأستاذة الدكتورة منى عبد العزيز منتصر، أستاذ ورئيس قسم تقويم الأسنان كلية طب الأسنان جامعة المنصورة. النهاردة هنبدأ السيمينار إن شاء الله، لكن بنعتذر إن في جزء من المقدمة للكانديد ما تسجلتش، فأنا هعرضها على حضراتكم في الأول في صورة سلايدز بحيث يبقى الموضوع متناسق، وبعد كده من أول سلايد فيسيوباثولوجي هيبدأ الطالبة تتكلم إن شاء الله. إن شاء الله تستمتعوا معنا النهاردة، بالتوفيق للجميع. ودلوقتي هنبدأ عرض أول سلايدز بدون تعليق، وبعدها هيتم التعليق من الطبيبة. في obstructive sleep apnea الجينيوجلوسس ماسل بيكون فيها impairment، بيحصل prolapse of the tongue against posterior pharyngeal wall when the inspiratory effort during sleep pharyngeal wall invaginate and airway occlude during sleep، وبالتالي بيحصل resistance لل airflow، increased effort for inspiration and increased negative pressure in pharyngeal wall airway suction effect occur. في الصورة الأولانية، في الصورة الثانية هنا open throat، ده normal breathing، البيشنت ده normally breathe during sleep. هنا في الصورة الأولانية الجينيوجلوسس ماسل فيها يعني حصل فيها relaxation backward، عملت narrowing لل airway space، air flow resistance occur and sleep apnea occur. Predisposing factor obesity, presence of structural abnormality that cause upper airway obstruction, increased age, male gender, smoking and alcohol consumption, sedative drug, micrognesia, adenoid, retrognesia, enlarged tonsil and enlarged tongue. Symptoms of obstructive sleep apnea، أنا عندي symptom للmild sleep apnea وsymptom للناس اللي بتكون عندها chronic sleep apnea. Snoring, apneic pauses, restless sleep, bruxism, nocturnal and daytime enuresis, neck hyperextension, growth failure restriction, mouth breathing، وده طبعا هيؤدي لدراينس in the mouth، chronic nasal congestion, walking during sleep, fatigue, mood change, aggression and hyperactivity، في الأطفال poor school performance، poor concentration، infraorbital venous congestion. Effects of obstructive sleep apnea. Obstructive sleep apnea بتأثر على general health of the patient لأنها chronic condition. بتأثر على oxygen level, increase the heart rate, increase stroke, increase blood pressure, impairment in glucose tolerance, impaired concentration, mood change, increase motor vehicle accident. Diagnosis of sleep disordered breathing. الجولد ستاندرد عندي في الدياجنوزيس اللي هو البوليسوموغرافي، الجهاز زي ما احنا شايفينه كده بيكون متصل بسنسورز كتير قوي للبيشنت. البيشنت لازم يكون هوسبيتالايزد، ما ينفعش يركبه لوحده في البيت. الويف فورم دي، ده الجهاز بيظهر لي الويف فورم دي. الويف فورم المفروض بعمل لها انتربريتيشن وبعرف من خلالها البيشنت عنده مشكله والسيفيريتي بتاعتها قد ايه.
البوليسوموغرافي ريكورد باترن اوف سليبنج اند بريثنج توجذر ات از بيرفورمد اوفر نايت ات ا سليب سنتر وذ هيلب اوف ا تكنيشن. هو ريكورد ايه بقى؟ ريكورد الاي سي جي، الالكترومايوجرام، الكترو اوكولوجرام، ريسبيراتوري اير فلو، ثراكو ابدومينال موفمنت، اوكسجين ساتوريشن. بيحتاج 30 دقيقة في تركيبه و30 دقيقة تقريبا في فكه. ده الويف فورم اللي البوليسوموغرافي بيعمل لها ريكورد زي ما احنا شايفين كده. ده الالكترو انسفالوجرام، الالكترو مايلوجرام، نيزل او الاورال اير فلو، ثراسك موفمنت، ابدومينال موفمنت، اوكسجين ساتوريشن، الكترو كارديوجرام. البوليسوموغرافي بيطلع عنده بيطلع لي قيمتين او تو اندكس المفروض انا بفهم الانتربريتيشن بتاعتهم. اول حاجه الابنيا هايبوبنيا اندكس، تاني حاجه الريسبيراتوري ديستربنس اندكس. الابنيا هايبوبنيا اندكس مجموع الابنيا بلس الهايبوبنيا ايفنت. هي ايه الابنيا ايفنت؟ الابنيا ايفنت معناها stop complete stoppage of breathing. الهايبوبنيا partial الهايبوبنيا هي shallow breathing. لازم الايفنت ده يستمر 10 سكند على الاقل. بمعنى يعني لو الابني حصلت 5 سكند او 6 سكند مش بعتبرها ايفنت، لازم 10 سكند على الاقل. الابني هايبوبنيا index an index used to indicate severity of sleep apnea. It is represented by the number of apnea and the hypopnea event per hour of sleep. The apnea must last for at least 10 seconds and be associated with a decrease in blood oxygenation. الابنيا هايبوبنيا اندكس sum of the number of apnea pauses in breathing plus number of hypopnea period of shallow breathing occurring on average each hour. Apnea and the hypopnea collectively called event must last at least 10 seconds to count as event. The apnea hypopnea index is calculated by dividing the number of event by the number of hours of sleep. An apnea event is a complete cessation of airflow or obstruction lasting 10 seconds or longer. الهايبوبنيا احنا قلنا ان هو بارشيال ابنيا. طب انا بحسبها ازاي او بعرفها ازاي؟ من الويف فورم اللي احنا شفناها قبل كده. لو حصل 30% ريدكشن للاير فلو او 3% ريدكشن في الاكسجين ساتوريشن انا بعتبر ان ده هايبوبنيا ايفنت، وطبعا في تايم 10 سكند ات ليست. الابني هايبوبنيا سكور هو اللي بيحدد لي السيفيريتي اوف اوبستراكتيف سليب ابني. بمعنى ان هو لو من 5 ل 14 يبقى ده مايلد، من 15 ل 30 مودريت، اكتر من 30 سيفير، اكتر من 40 فيري سيفير. طيب في مصطلح اسمه ريسبيراتوري ايفورت ريليتد اراوزل. الريسبيراتوري ايفورت ريليتد اراوزل ده ايفنت بيحصل مش بقدر اعتبره ابنيا ايفنت ومش بقدر اعتبره هايبوبنيا ايفنت. ده اراوزل بيحصل اثناء السليب. الاي اي جي هو اللي بيحدده لي. الاي اي جي ديتيرمينز ذا ستيج اوف سليب اند ذا اراوزل از نوتد باي اي اي جي. ذا بيشنت از جنرالي نوت كوجنايزد باي بينج اويك. طيب احنا دلوقتي اتكلمنا على الابنيا هايبوبنيا اندكس. الاندكس الثاني اللي هنتكلم عنه الريسبيراتوري ديستربنس اندكس. الريسبيراتوري ديستربنس اندكس بيتحسب بان انا بجمع الابنيا ايفنت بلس الهايبوبنيا ايفنت بلس الريسبيراتوري ايفورت ريليتد اراوزل وبقسمه على عدد الساعات اللي البيشنت بيستخدم فيها الجهاز. السكور بتاعه بيحدد لي السيفيريتي اوف اوبستراكتيف سليب ابنيا من 1 ل 10 مايلد، من 10 ل 20 مودريت، اكتر من 20 سيفير. ده شكل البوليسوموغرافي. طبعا هو الديس ادفانتج بتاعته ان هو كومبلكس وان ما اقدرش استخدمه للطفل. يعني الاطفال بتبقى ان كوبرتيف لان في سنسورز كتير قوي بركبها على الثوركس او بركبها على البرين والفيس. ففي الترناتيف ميثود اللي هو البالس اوكسيميتر.
according to American Association of Pediatric internal oximetry may be ordered if polysomnography is not available. البلس اوكسيميتر زي ما احنا شايفين هو بيكون جهاز وبيكون فيه سنسور متركب، السنسور بركبه في الفينجر اوف تمام. في مشكلة في الصوت؟ دكتورة إيمان الصوت واضح، اتفضلي. تمام، البلس اوكسيميتر بيكون مونيتور زي ما انا شايفه كده، وبيكون في الجزء الثاني بتاعه بروب او سنسور بيتصل بالفينجر اوف ذا بيشنت. البروب الاوكسيميتر مونيتور بيتعرض عليه الاكسجين ساتوريشن ليفل، البلس اوكسيميتر بيعرض لي الاكسجين ساتوريشن ليفل. الاكسجين ساتوريشن لكل البيشنت المفروض يكون، يعني للانسان النورمال المفروض يكون 95% او اكتر. لو قل عن 95% بتكون مشكله، لو اقل من 90% ده بيكون ايرجنت بيشنت. ده الاكسجين ساتوريشن اللي بيستخدم حاليا في تشخيص حالات الكورونا، يعني لو الاكسجين ساتوريشن اقل من 90% ده بتبقى ايرجنت كيس. الفولس اوكسيميتر ده الجزء الثاني منه اللي هو السنسور بيتركب في الفينجر اوف ذا بيشنت. فكره عمله ان هو جزئين، لايت ايميتنج دايود ولايت ريسيفنج ديتكتور. اللايت ايميتنج دايود بيطلع لايت، اللايت بيمر خلال بيعمل بنتريشن للفينجر، على حسب كميه الاوكسي هيموجلوبين بيتم امتصاص اللايت. بمعنى لو انا عندي اوكسي هيموجلوبين كتير اللي بيكون مور ابزوربشن، لو انا عندي قليل بيكون ليس ابزوربشن. الشاشة هنا بتعرض لي قيمتين، القيمة الأولانية الأكسجين ساتوريشن اللي هي الـ SpO2، والقيمة التانية الهارت ريت. وفي ويف فورم عندي بت represent الأكسجين ساتوريشن في التايم. الأكسجين ساتوريشن احنا قلنا المفروض 95% أو أكتر، لو قل عن 95% أو حصل ليه دروب بيكون في مشكلة. The oxygen desaturation index is the average number of desaturation episode per hour of recording. Oxygen desaturation index is reported as the number of 3% desaturation or the number of 4% desaturation. يعني ايه 3% desaturation او 4% desaturation؟ يعني لو البيشنت مثلا قيمة الاكسجين ساتوريشن بتاعته 95، لو اداني 92 او 91 هو كده قل 3%. تمام، بحسب عدد الديساتوريشن اللي حصلت ديورينج السليب اور وبقسمها برضو على عدد الساعات يطلع لي الاكسجين ديساتوريشن اندكس. All age should have SpO2 of 95% or greater. SpO2 less than 90% is a clinical emergency and should be treated urgently. ماجل هنا عمل سكور للاندكس يبين فيها حالة السليب ابنيه. انا يعني هنقول كده الجدول باختصار، هو قال والله لو الدي ساتوريشن اقل من 90% ولو اقل من 85%. يعني ايه اقل من 90%؟ يعني الاكسجين ساتوريشن وصل قيمته مثلا ل 87 او ل 86، هنا اقل من 85% وصل قيمته 83. انا هعد المرات اللي الاكسجين دي ساتوريشن حصل فيه، لو هي اقل من 3 مرات هنا يبقى هو انكونكلوز، يعني مايلد ابني، او البيشنت اصلا ما عندوش ابني. لو هو اكتر من 3 ببص بقى على 85%، هل هي بوزيتيف ولا هاير ريسك. يعني تفصيل الجدول موجود في البيبر تحت هنا في السلايد. effect of early orthodontic treatment on sleep apnea. البيبر دي كانت بتتكلم على the prevalence of malocclusion in children with obstructive sleep apnea. This study showed a high prevalence of malocclusion in children with obstructive sleep apnea compared to control group. The posterior cross bite and deviation in overjet and overbite were significantly associated with obstructive sleep apnea. Presence of this occlusal feature shows the importance of orthodontic evaluation in screening for pediatric obstructive sleep apnea.
الحالة دي احنا كتير بنشوفها عندنا في العيادة، مش بيخطر في بالنا هل هي عندها سليب ابنيا ولا لا. البيشنت ده عنده يعني مودريت او تقريبا سيفير ديجري من السليب ابنيا، فدايما ما نلاقي سكيلتال كلاستو ومانديبلر ريتروجنيسيا او ماكسيلاري كونستريكشن ناخد بالنا هل البيشنت ده عنده سليب ابنيا ولا لا. effect of early orthodontic treatment on sleep apnea. في الطبيعي علاج السليب ابنيا في الاولد ايج ان انا بركب للبيشنت anterior posturing appliance، ان انا بركب له جهاز during night يعمل forward positioning للماندبل، ده بيوسع الاير واي. Therefore, use of functional appliance to correct mandibular retrognathia is very common among orthodontists and is recommended as a treatment option for obstructive sleep apnea. البيبر دي كانت بتقول إن المانديبلر ادفانسمنت ابلاينس فور كلاس 2 كوركشن مي تشينج ابر اير واي فيسيولوجي ان كيس اوف مانديبلر ادفانسمنت ديفايس فور مانديبلر ريتروجنيسيا ذا برايمري جول شود بي تو كوركت سكيلتال ديسكريبانسي اند كلاس 2 مولر ريليشن شيب سكندري افكت اوف مانديبلر ادفانسمنت ديفايس مي بي ذا انكريز ان ذا كاليبر اوف اوروفارينجيال اير واي سبيس. البيبر دي استخدمت توين بلوك وشافت تأثيرها على الاير واي سبيس، لقت ان فيه significant increase in upper airway size of care after using twin block appliance. دي بيبر تانية برضو استخدمت mandibular advancement treatment ك functional appliance، لقت ان ال volume of oropharyngeal airway space حصل له increase، وبالتالي البيشنت بيحصل له انهانسمنت للسليب ابني اللي عنده، او تقريبا ممكن يحصل كومبليت ريكفري للسليب ابني. البيبر اللي فاتت اتكلمت على الفانكشنال ابلاينس والمانديبولار ريتروجناسيا، احنا هنا بقى هنتكلم على الماكسيلري كونستريكشن. البيبر دي بعنوان ماكسيلري مورفولوجي ان اوبستراكتيف سليب ابنيا. There are difference between obstructive sleep apnea and the control subject. في ثلاث حاجات: maxillary skeletal morphology, في oropharyngeal dimension and palatal height measurement. ده systematic review اتكلم على تأثير rapid maxillary expansion for pediatric obstructive sleep apnea. هنا استخدم جراحة في بعض الحالات، عمل تونسيلكتومي، وفي بعض الحالات الأخرى يعني استخدم الرابيد ماكسيلاري اكسبانشن وزود تونسيلكتومي. في كل الحالات وجد ان الاي اتش اي اللي هو الابني هايبوبني اندكس ديكريز بصفة ملحوظة بين كل الأطفال. General improvement on daytime and nighttime symptom of obstructive sleep apnea after rapid maxillary expansion therapy was noted in all study demonstrating the efficacy of this therapy. هنتكلم على treatment of obstructive sleep apnea. أنا عندي three main line of treatment: behavioral intervention, non-surgical option, finally surgical option. behavioral intervention لو افتقرنا ال predisposing factor هنحاول إن احنا نقللها، يعني ال obese patient هيعمل weight reduction، ال smoker stop smoking، ال alcohol stop، drug sedative stop. Positional therapy وضع النوم يتغير بحيث ان ال back of the patient and head raised during the sleep. ال non-surgical intervention بيشمل two line of treatment. أول حاجة زي ما احنا شايفينها كده اللي هو CPAP continuous positive airway pressure، ال patient بيكون لابس ماسك وبيكون في steady stream of air طول الليل متصل، يعني الماسك بيكون بيوصل له stream of air، فال airway space بيكون opened during night وبالتالي ما بتحصلش الأبنية. Continuous positive airway pressure function like a pneumatic splint and keep the airway patent during sleep breathing. It works by means of a flow generator that delivers positive pressure through air tube to a nasal mask worn by the patient. This generation of airflow keeps the airway open and prevents pauses in breathing and restores normal oxygen level. Newer devices are small, light, and available with different mask size to achieve good fit. Major side effects are significant epistaxis and paranasal sinusitis, but they are rare.
في مصطلح تاني ممكن نقرأه اللي هو البي اي الباي ليفل بوزيتيف اير واي بريشر. فرقه عن الكونتينوس بوزيتيف اير واي بريشر ان الكونتينوس بوزيتيف اير واي بريشر during الانهاليشن بيكون فيه كونستانت بريشر، لكن البريشر ده ريليف during يعني اكسبيريشن. في الباي ليفل during الانهاليشن اند اكسبيريشن بيكون فيه كونتينوس بريشر، وده بستخدمه طبعا في حالات الكومبلكس سليب ابني. تاني حاجة تاني تريتمنت بلان الاورال ابلاينس ثيرابي، والمقصود بالاورال ابلاينس ثيرابي هنا بستخدمها للاولد ايج دورينج سليب بصفة مؤقتة، هي شبه الفانكشنال ابلاينس ولكن هنا بستخدمها للاولد ايج. ممكن استخدم منديبلر ادفانسمنت ابلاينس او تونج ريتيننج ديفايس، يعني انا ممكن اعمل فورورد للمندبل او ممكن اعمل فورورد للموفمنت للتونج. المانديبولار ادفانسمنت ابلاينس لا اما تبقى مونو بلوك لا اما تبقى باي بلوك. المونو بلوك زي ما احنا شايفينها كده ولازم يكون فيها هول للبريثنج. الباي بلوك بتكون جزئين وبيكون فيها كونكتور زي الصور اللي احنا شايفينها بحيث ان هي تعمل ادفانسمنت للمانديبول. التونج ريتيننج ديفايس use negative pressure and salivary adhesion to hold onto the tongue and anterior lip shield to elongate and reposition the tongue in a more forward position independent of the mandible during sleep thus opening the oropharyngeal airway space. هو ده صورتها، بتكون supported باللب أو supported بالتيس، وبتخلي التونج هنا بيكون في مكانه، هنا بيحصل له forward movement في الجزء ده، وبالتالي بيحصل opening لل airway space. mechanism of action أنا عندي هنا المندبل والتونج بيحصل لهم forward movement، ال airway space هنا بيبقى opened، ال sleep apnea بتقل أو تقريبا بتتوقف في الايام اللي البيشنت بيلبس فيها البوشرنج الاورال ابلاينس. هنا البيشنت بدون ما لبس الجهاز الجينيو جلوسس ماسل ده وضعها، بعد ما لبس الجهاز التونج والمانديبل فورورد موفمنت، فالاير ويز بيس حصل له اوبننج او وايدنينج. هنا نفس الكلام برضو التونج باكورد، بعد ما البيشنت لبس الاورال ابلاينس حصل اوبننج للاير ويز بيس. انديكيشن بيشنت ويز سنورينج اور مايلد اوبستراكتيف سليب ابنيا، البيشنت اللي بيرفض ان هو يلبس الكونتينوس بوزيتيف اير واي بريشر، لان طبعا الماسك اوقات بيضايق بعض الحالات. في الحالات اللي انا ما اقدرش اعمل فيها تونسيلكتومي او مش محتاجه لسيرجري بصفه عامه. كونترا انديكيشن ادينشلس بيشنت ان ادكويت نمبر اوف ساوند تيث بيريدونتايتس اند تي ام جي ديزيز. ادفانتج اوف اورال ابلاينس سيجنيفيكانت ريدكشن ان بريثنج بوز امبروفمنت اوف اير فلو فور سام بيشنت وذ ابنيا ريدكشن ان سنورينج هاي high cooperation as compared to continuous positive airway pressure. A disadvantage, reciprocal force are generated on teeth and jaw by mandibular advancement splint, dry mouth, gum soreness, salivation, tooth pain, headache, and TMJ problems. Surgical intervention, ده في الحالات اللي هي الكومبلكس اوبستراكتيف سليب ابنيا. اول حاجه اليوفيرو بلاتو فارينجيو بلاستي it is the reconstruction of the throat by resection of posterior margin of soft palate and unwanted mucosa presented on pharyngeal wall زي الرسمه اللي احنا شايفينها قدامنا. ادينو تونسيلكتومي سيرجيكال ريموفال اوف تونسيل اند ادينويد. It is the most common treatment option for children with obstructive sleep apnea. Tracheostomy, the first surgical treatment for obstructive sleep apnea and bypass the obstruction completely.
احنا كده وصلنا لآخر السيمينار. ثانك يو. شكرا دكتورة إيمان. فأنا كان لي استفسار بسيط. حضرتك قلتي الاتيولوجي بتاع الاوبستراكتيف سليب ابنيا في اللي هو ماكروجلوسيا وفي المايكروجنيسيا. طب لو عيان عنده ماكروجلوسيا وهو ده كان الاتيولوجي بتاع الاوبستراكتيف سليب ابنيا، ممكن ايه يكون الانترفينشن بالنسبه للبيشنت ده؟ اعمل له جلوستوكيوم يا دكتور. تمام يا دكتور، تمام. طيب لو ثبت، لو ثبت فعلا ان عنده ماكروكلوسيا، نو واي نو واي، بتتعامل بطريقه امنه جدا. بناخد تريانجل من اللاترال وول بتاع التانج، ملناش دعوه بالدورسال سيرفيس اللي هو عليه السيركمفاليت بابيلي وكده، وبناخد مثلث القاعده بتاعته لبره والقمه بتاعته لجوه من الناحيتين، من الرايت سايد ومن الليفت سايد، وبنقلل حجم التانج، وهذا لا يؤثر لا على التيست ولا على الكلام، ما بيأثرش، بس يكون الدياجنوز الصح. تمام تمام استاذنا دكتور احمد، ربنا يبارك في سيادتك. انا بس كان لي اضافه ان هو تمام يا باشا، ربنا يبارك في سيادتك. هو التكنيك ده يا باشا كان بس كان ليه اضافه ان هو اسمه الكي هول انسيجن او الكي هول تكنيك. لا ده حاجه تانية يا دكتور، لا الكي هول ده حاجه تانية. اللي احنا بنعمله الكي هول ده وان سيرجري. لا اللي انا بحكي لك عليه ده تو سيرجريز، واحد في الناحيه اليمين واحد في الناحيه الشمال. ده البوردرز بتاعت الطنج. ايوه برافو عليك. طب يا دكتور، هو دلوقتي كتيست سنسيشن، يعني احنا دلوقتي التيست سنسيشن مش هتتاثر لان التيست باتس؟ لا انا ما بجيش ناحيه التيست باتس خالص. تمام. يعني طب يا باشا، هو يعني راي ساتك في الكي هول، يعني الكل الكي هول ما تكونش مثلا يعني كافضل بحيث ان هي ما تاثرش على التيست سنسيشن او والله انا ما جربتش الكي هول، انما عملت اللاترال ريسكشن دي في الناحيتين، ادتني نتائج ممتازه، ولا التست اتغير لان انا ما بجيش ناحيه البابيلي خالص ولا الكلام. كانت بنوته، وانت عارف البنات بيتكلموا حتى لو ما فيش لسان، فيعني ما. طب دكتور، هو سيادتك قدرت تعمل كنترول على البليدنج؟ طبعا. الله يعني سهل. ايوه دي عمليه لذيذه جدا والله، لو عملتها مره يا دكتور يعني حتى اتمنى انك تعملها اكثر من مره، حاجه لذيذه انك يعني داخل كده والمسلز بتاعت التنج طريه وحلوه، يعني مش عنيفه يعني. يعني اصل انا كنت يعني قريت ان اوبفجيزر كان عمل حوالي 24 اوبريشنز تانج ريدكشن، كان من ضمنهم يعني مثلا كان في حوالي 16 اوبريشن كانت يعني كانت سكسيد، وكان في بقى بقيه الاوبريشن كان فيهم كومبليكيشن، بقى من ضمن الكومبليكيشن مثلا اللي هو ديفيكالتي اوف سبيتش، في حاجه ديفيكالتي بقى في التيست سنسيشن او ديستربنس في التيست سنسيشن. فهو بصراحه فانا يعني انا يعني اول مره اعرف ان سيادتك عملت اوبريشن قبل كده تانك السيرجري. الدياجنوزيس مهم يا دكتور، والسيرجيكال بيرفورمانس التشخيص مهم قوي علشان ما نعملش حاجه ملهاش لازمه. وبعدين السيرجيكال بيرفورمانس الجراح بيجيد ايه، بيجيد ايه، دي مهمه قوي. انا كنت عايز اشكر الدكتوره ايمان على الموضوع اللذيذ دوت. انا شخصيا حابب الاوبستراكتيف سليب ابنيا، بس للأسف ما بيجيلناش عيان في التقويم يشتكي من الأوبستراكتيف سليب أبنيا. العيان ده غالبا هيروح لدكتور أنف وأذن. تمام يا دكتور. إنما اللي أنت قلتيه ده كلام رائع. تيك كير كونستريكتد باليت، تيك كير اكسسيف أوفر جيت، تيك كير مانديبولار ريتروجنيسيا أو مانديبولار ريتروجن،
كل دي فاكتورز تؤدي الى الاوروفارينجال اير واي هيقل. عملت ماكسيلري اكسبانشن، عملت مانديبولار ادفانسمنت، الكيس ويل بي امبروفد. بس احنا هنا بنصلح المال اوكلوجن، وبالتالي هنصلح الاوبستراكتيف سليب ابنيا اذا كان البيشنت بيشتكي منها. عمليه الابحاث والاجهزه يا دكتوره ايمان، دي موجوده في معامل النوم. انا ما اعرفش احنا عندنا في مصر معامل نوم ولا لا، انا سالت من حوالي 8 سنين ما لقيتش، كنت عايز اعمل حاجه على البروكسيزم وقالوا لي لا ما فيش، ما اعرفش دلوقتي بقى فيه ولا لا بصراحه، انما الموضوع شيق وعجبني. اتفضلي. انا بحث يا دكتور، بحث الدكتوراه بتاعي عن السليب ابنيا، وبستخدم البلس اوكسيميتر لان فعلا البوليسوموجرافي متاح عندنا بس للسن الكبير. فانا بستخدم البلس اوكسيميتر، وفعلا البيشنت يعني انا ما كنتش متوقعه ان انا الاقي عدد كبير من الحالات اللي انا اشتغلتها عندهم سليب ابنيا بالديجري مختلفه، يعني في المايلد في المودريت. البيشنت السيمتوم اللي هو بيشتكي منها ان هو مثلا في سنورينج اثناء الليل، او وحتى هو مش بيشتكي لي، يعني انا اللي لازم اسال عشان هو يقول انا والله بصحى ممكن مثلا اثناء السليب. يعني ما هو العيان يا دكتوره هيقول لك انت دكتور السنان او دكتور التقويم، انت مالك ومالك. تمام. انا بقول ان اللي فعلا النقطه دي بتبقى مش يعني البيشنت ما عندوش او الادراك او الوعي ان هو بيربط بين الحاجتين، والمال اوكلوجن بيأثر جامد على السليب. يعني في تحسن بعد يعني بعد ما خلصت الفانكشنال ابلاينس اللي انا كنت ركبته، في تحسن ملحوظ سواء في السبجكتيف، سواء البيشنت السيمتوم يعني قلت، او سواء حتى بالبلس اوكسيميتر بالنتائج اللي هو طلعها لي. كلامك مظبوط طبعا. طيب. احنا عملنا التوين بلوك بقى في جامعه قناه السويس رساله. طيب. ماجستير على الاير واي والاوبستراكتيف سليب ابنيا وكده. النتائج ممتازه جدا بروفايدد ان العيان محتاج توين بلوك، انما لو عيان سنورينج وما عندوش كلاس 2 مش هقدر اجيب المانديبل قدام، على ما ان في بعض البيبرز قالت ديورينج سليب يعني اعمل ادفانسمنت للمانديبل. انا عايز اقول لحضرتك على حاجه من خبرتي في الموضوع ده، في المصريين اكثر سبب قد يؤدي الى السنورينج او السليب ابنيا الاوبستي الاوفر ويت. تمام. ده في الكبار، في الصغيرين بقى دي حاجات بتبقى دينتال وكده، واللي حضرتك قلتيهم السموكينج والالكول والكلام ده اشياء يجب الانتباه اليها، ومش كل حاجه نقول ميديكال فري واحنا بنعمل البيشنت شيت بتاعنا، لا يعني بس ناخد بالنا ان في شويه حاجات صغيره حضرتك قلت عليها مهمه قوي لازم ناخد بالنا during the diagnosis during وانا ببلى الشيت بتاع العيان. انا استمتعت جدا بمحاضرتك وكتر خيرك، وتحياتي لاهل المنصوره كلهم حبايبنا كلهم يعني. تمام. انا بشكر الدكتوره ايمان. شكرا. تمام. اشكر حضرتك واشكر كل الاساتذه الموجودين، ويا رب اكون عند حسن ظنكم. احنا شكرا. بشكر الدكتور محمد سالم، هو اللي بيجمعنا بصراحه مع احترامي لكل فندم. لا احنا لينا الشرف يا فندم والله بوجود معاليك والله يا دكتور، يعني مع احترامي لكل القامات اللي موجودة، لا الدكتور محمد سالم بصراحة يعني له اليد العليا في هذا يعني. لا حضرتك دكتور احمد زي معاليك استاذنا الكبير شندي، زي معاليك دكتور حضرتك هشوفك قريب ان شاء الله باذن الله. انا عايز بس اقول معلومه صغيره بعد اذن حضرتك. اتفضل حبيبي. انا رابيا دكتور محمد بيه سالم ده كان السينيور بتاعي، وكان قطر الصعيد يشهد بالسيرفيه اللي كان بيعمله عشان خاطر الاوبستراكتيف سليب ابنيا ده. والله ايام حلوه يعني. والله يعني ربنا يعين حضرتك. رساله المستر بتاعت دكتور احمد بيه ماشي يعني. كنت شغال على جروب سنوينج وجروب اوبستراكتيف سليب ابنيا، يعني الناس نايمه وانت شغال. والله يا دكتور يعني شفت اهوال في القطر والله يا دكتور الحمد لله. طبعا.
الحمد لله يا دكتور. ربنا يقويك ربنا يخليك. شكرا. عارف الدكتور عزت موجود ولا لا؟ مش عارف. شكله مش موجود. اوكي. بقول للدكتورة إيمان إذا ما كانش في حد من المنصورة حضر النهاردة، إحنا كلنا من المنصورة يا إيمان، يعني الدكتور محمد سالم من المنصورة فرع أسيوط، دكتور شندي من المنصورة فرع الأزهر بنين، كلنا من معاكي. تمام يا شباب، حضرتكم جميعا إن شاء الله. السلام عليكم دكتور أحمد، دكتور محمد، دكتورة إيمان. أنا محمد السحارتي، مدرس مساعد، مدرس بقى دلوقتي، بقيت في أسنان طنطا تقويم. وانا من متغمر، فانا معاكي برضو دكتوره ايمان. اهلا محمد. اهلا. انا شايف شايف تهنئه نازله لك يا محمد على الجروب. انا لسه داخل امبارح الحقيقه، واستمتعت جدا بالسيمينار بصراحه، حاجه في منتهى الجمال يعني. الفكره رائعه، الفكره رائعه. ربنا يديمها والاستلم الحقيقه. والدكتور شندي طبعا طبعا محمد سالم بصراحه يعني ربنا يبارك له، يعني مجهود. الله يكرمك يا دكتور. احنا وجود معاليك يا دكتور احمد بيه، احنا نستغل بقى الظروف، والدكتور محمد بيه بقى صحتك ان شاء الله تشاركوا معانا بقى باسبوع، بيبقى من الرابع النظري والجمعه الكيس بريزنتيشن ان شاء الله. لو محول يعني انا هحضر ان شاء الله محاضره كويسه عن الكليفت، وهقولها ان شاء الله لو تسمحوا لي. في ننزل الجدول تاني على الجروب يا دكتور، وان شاء الله طبعا شرفنا وجود جامعه طنطا طبعا معانا يا فندم. والموضوع ده حلو قوي، موضوع الكليفت ده موضوع بنقابله واحيانا بنقف قدامه، مش عارفين نقول ايه للعيان، مش عارفين نقول ايه لاهله، هنعمل ايه العيان ده. لا، الموضوع ده مهم جدا 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 ان شاء الله في اقرب وقت باذن الله. طيب انا بس عايز اقول لك حاجه يا دكتور محمد، خليها فروم كلينيكال بوينت اوف فيو، عشان طبعا. عشان اهتمام الناس والاودينس وكده. طبعا حته امبريولوجي صغيره، حته اناتومي صغيره، ماشي. وبعدين اعمل ايه بقى؟ اعمل ايه؟ رول دايز اوف لايف على تو ذا بوينت يا فندم. الرول اوف اورثودونتست اهم حاجه. اورثودونتست المانجمنت اوف كليفت بيشنت بكل انواعه بقى، بالبلد بالبرايمري بالكومبلكس كله تقريبا. ده ان شاء الله اللي احنا اللي بفكر فيه ان شاء الله. ربنا معاك، ربنا معاك، واتوقع ان هيبقى ويبينار رائع باذن الله. باذن الله. هو في بس نقطه انا كنت عايز اقول للدكتوره ايمان عليها، هي كان نفسي برضو ان هي تبقى تضيفها للسيمينار. الجزء بتاع فيه اللي هو البلاتوفارينجيال سكورينج اندكس، الجزء دون بيبقى فيه سكور للريليشن بتاع اليوفيلا والسوفت بالات مع التانج، واكوردنج للدين دي ليها سكور، كل سكور يا دكتور ليها 3 ليها 3 4 سكورز كده، والراجل حاطط الصور بتاعتها اليوفيلا فين والسوفت. صح، عندك حق. الديسيجن بتاع اذا كنا هنعمل يعني التانج بوزيشن بيتحكم فيه حاجتين اساسيتين، النيوروماسكولار كنترول والسكيليتال كنترول. السكيليتال كنترول اللي هو المايكروجنيسيا، المندبل لما يرجع لورا هياخد الطنج ويرجع لورا فهيقلل الاوروفارينجيال ايرواي. النيوروماسكولار الطنج نفسه، يعني احنا زمان حتى لما كنا بنشوف اللعيبه اللي بلع لسانه والبتاع وما بقاش بلع لسانه وفقد النيوروماسكولار كنترول فحصل دروبنج للطنج وقفل اللارنكس وعمل اوبستراكشن. فهم دول الحاجتين الفاصلتين شويه في الدياجنوزس. لما احنا بنوصل لهم بنقول بقى اذا كنا هنعمل مانديبولار انتيريور ريبوزيشنينج ابلاينس، او اننا هنعمل انتيريور تانج ريبوزيشنينج اللي هو الجزء اللي له علاقه بالتانج. معايا يا جماعه؟ تمام. شكرا يا دكتور. تمام تمام يا باشا، مبروك عليك. تمام، دي حاجة. والحاجة التانية الأوروفارينكس بيتأثر in three dimensions، يعني vertical و anteroposterior و transverse. ففي الجزء بتاع الأوبيزيتي ده ممكن ما يبقاش عنده مشكلة لا في الطنج ولا في الماندبل، بس نتيجة الأوبيزيتي وفي الدهون كتيرة وبتاع فبيقلل الأوروفارينكس. تمام، فده برضو حاجة من الحاجات.
بالاضافه بقى اخر حاجه خالص اللي هو يعني اقل حاجه ممكن تكون بتعمل الحكايه دي ممكن يكون السايز بتاع التانج يعني. فهي دي الحكايه. فبناء على كده احنا بنعمل الدياجنوزس وبنعمل السكورنج. الجماعه الانجليز بقى فيهم ميزه حلوه قوي، بيحولوا اي حاله لسكور فدرجات، والدرجات دي كل درجه منهم بتوديك على لاين اوف تريتمنت معين. فهي حكايه السكور دي بتحسم القضيه دي كلها. تمام يا باشا تمام. هو كده كده نسبه اللي هو البريفالنس بتاع الاوبستراكتيف سليب ابنيا بتبقى فهي في امريكا زايده زياده عن اللزوم، لان طبعا البريفالنس في كلاس 2 في امريكا كلاس 2 بيشنتس كتير، وفي ناس على فكره فعلا في ناس بتموت فعلا سنويا بنسبه كده معينه انا ما اقدرش افتكرها دلوقتي، لكن في بعض الاحيان كان في برضو ساعات بنعمل بيعملوا سيرجيكال انترفنشن لما يكون عنده الماندبل صغير ومش عايز يعمل مثلا بي اس اس او مثلا وحاجات زي كده، كان بيكتفي ان هو يعمل ديستراكشن اوستيوجينيسيس في مع اكسبانشن طبعا في الابر ارش وحاجات زي كده. دي بعض الكيس ريبورتس كانوا عاملينها زمان يعني. فهو موضوع جميل وسعيد سعداء بحضراتكم جميعا، وشكرا يا دكتوره وشكرا لاساتذتنا جميعا ان شاء الله. ماشي، شكرا لحضرتك يا دكتور، والحمد لله ان انا موجوده مع حضراتكم النهارده. الحمد لله. احنا بنشكرك والله دكتوره ايمان، حاجه في منتهى الجمال الحقيقه، وهي سنه حسنه بقى ندعو الله ربنا سبحانه وتعالى ان هي تكمل يعني باذن الله.